قراءة في أبرز اهتمامات صحف أمريكا الشمالية نستهلها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كتبت يومية نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد خرج من العزلة الطبية إلى عالم سياسي جديد، مشيرة إلى أن الإدارة التي كانت لا تستطيع أن تفعل شيئا جيدا هي الآن في طور الانتقال نحو تشريع رئيسي يجتاز مجلس الشيوخ وينتظر فقط المصادقة عليه يوم الجمعة من قبل مجلس النواب. وأضافت اليومية أن هذا التشريع الجديد الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار موجهة للاستثمارات يأتي لينضاف إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية، بالإضافة إلى القضاء على أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم أيمن الظواهري بعد مطاردة دامت لقرابة عقدين من الزمن. وأشارت الصحيفة إلى أن الأيام القادمة ستثبت ما إذا كانت هذه الانتصارات التي تم تحقيقها في الأسابيع الأخيرة لحظة فاصلة في رئاسة بايدن أم أنها بخلاف ذلك مجرد لحظة انتقالية. وفي المكسيك تابعت يومية ميلينيو الجدل الدائر بشأن قطار المايا بعد إلغاء قرارين جديدين لتعليق أشغال القسم الخامس. اليومية نقلت عن المدير العام للصندوق الوطني لتنمية السياحة تأكيده رفض التعليق النهائي لاستئناف أشغال القسم الخامس من هذا المشروع السياحي، موضحا أنها المرة الخامسة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار بعد رفع 6 شكاوى قضائية لوقف الأشغال.